احمد فتحي والنادي الاهلي. العلاقه ما بين احمد فتحي والنادي الاهلي تقريبا خلاص انتهت باخر مباراه في البطوله الافريقيه، وايضا وجوده في الدوري المصري اخر مباراه ليه هتكون مع طلائع الجيش ان شاء الله يوم السبت القادم، وبالتالي احمد فتحي مش هيبقى متواجد في مباراه النهائي، وبالتالي احمد فتحي بيطلب ان هو يبقى متواجد في المعسكر الخاص بالنادي الاهلي للمباراه النهائيه. المباراه النهائيه هتكون يوم 6 نوفمبر، وبالتالي ايضا الجهاز الفني واداره النادي الاهلي عايزه احمد فتحي يبقى موجود عشان يدعم اللعيبه، ويبقى هو طبعا هو كابتن النادي الاهلي واحد اللاعبين اللي عندهم جزئيه الروح عاليه جدا، فبالتالي مهم جدا وجوده كلاعب من خلال الاداره، وان هم عايزين يستغلوا الجزئيه دي مع اللاعبين، وهو كلاعب عايز يفضل لغايه اخر لحظه متواجد داخل المعسكر الخاص بالمباراه النهائيه. دي حاجه طبعا محترمه، وينهي بقى احمد فتحي يعني حياته مع النادي الاهلي او لعبه مع النادي الاهلي ببطوله لو حققها النادي الاهلي من خلال تواجده في هذا المعسكر. كابتن ادم، رايك في جزئيه العلاقه ما بتنتهي بالشكل ده؟ كابتن ادم، انا اصلا سعيد باحمد فتحي، انسان لعيب هايل، لعيب راجل، لعيب محترم، لعيب ملتزم جدا. انا اتمنى له في كل خطوه ان هو يقضيها كويسه، وطبعا دي حاجه جميله ان هو يبقى مع زمايله في اخر مباراه. بس هو لعب البطوله كلها فعلا كابتن، يعني كده كابتن فرقه فعلا، يعني بغض النظر بقى ان هو رايح بيراميدز، ان هو هيفضل في الاهلي، دي مش قصه، قصه روح حلوه مع ناس عاش معاها فتره طويله، صح. زائد بطوله هو تعب فيها برضه. طبعا انا كنت اتمنى ان هو يلعب النهائي، بس طبعا نظام العقد وكده والاحتراف خلاص دلوقتي. بس روح جميله منه واحترافيه برضو من النادي الاهلي ان هو يتعامل معاه بالاسلوب ده، ودي حاجه جميله. خلي بالك العلاقه في العالم كله في الحياه كلها هي تبادل مصالح. طبعا احمد فتحي يهمه انه يبقى متواجد حتى يعني برضه مباراه نهائيه، وزي ما انت قلت هو تعب فيها طبعا، ده رقم واحد، ويبقى موجود. النادي الاهلي عايز برضه يستفاد من احمد في فكره طبعا تواجده وروحه العاليه وكابتن فريق، صح، كابتن فريق برضه، صح. طيب خلينا اكلمك بكره كابتن في مباراه الزمالك والاسماعيلي.